أيضا في هذا الدرس راح نتكلم عن الجهاز الهضمي للطفل وبعض النقاط المهمة التي تخص هذا الموضوع. عادة الطفل يكون عملية الإخراج عنده تكون من البول والبراز في فترة البداية، يعني في أول يوم، في أول الأيام عادة يستطيع أن يخرج البول والبراز، وقد يتأخر قليلا. أما إذا تأخر أفراق البول أو البراز لأكثر من يومين، فيجب هنا أن يفحص الطبيب هذا الطفل ويجري بعض الفحوصات، لأن ممكن يكون بعض المواد تكون متحجرة في الأمعاء الدقيقة، مما يسبب بعض المقوسات والمغص الشديد للطفل. وطبعا المغص الشديد في البداية يعني يكون طبيعي للطفل، فإذا كان المغص كان يعني مستمر لعدة أسابيع، هنا ممكن يتدخل الطبيب في الموضوع ويفحص الطفل ويقرر بعدها العلاج التام لهذه الحالة. ومن الضروري الاهتمام بهذه العملية، لأن تراكم هذه المواد من البول أو البراز في جسم الطفل يسبب تسمم في الدم وتسمم في الجلد بعد، وهذه الحالة يعني ممكن أن تؤدي إلى وفاة الطفل نفسه. هذه عملية خطرة جدا، ممكن أيضا تحصل للكبار وممكن أيضا تحصل للصغار في هذا العمر، ومن الضروري الاهتمام فيها. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.